Hello gorgeous people, welcome back to my channel. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. انا متحمسه باش نحط لكم هذا الفيديو بزاف بزاف، لحقاش فيه بزاف ديال الاستفاده وبزاف ديال الاسئله اللي كانوا تيسولوني عليهم الناس في الانستغرام. غادي نجاوب عليهم في هذا الفيديو. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتستمتعوا معايا في هذا الفيديو. اول حاجه غنبدا بها هي هذا المايو اللي صراحه شفته في المكان في الويب سايت ديال مودانيسا وعجبني بزاف بزاف بزاف. لحقاش بينك فيه الغوز، وانا يا مؤخرا ولات يعجبني الغوز بزاف، وليت تناخد بزاف الحوايج في الغوز. ومنين شريته ولبسته عجبني وكل شيء. انا يا منين دخلت لابيسي منين دخلت البحر وهي تحل لي السنسله صراحه. كان الحاجه اللي تتكوني تتبغيها بزاف هي اللي تتخسر. سو من المايويات كاملين اللي تلبس صراحه هذا عجبني، هو اللي كان يعجبني بزاف. انا ما نصحكمش بالمايو اللي تتكون فيه السنسله في القدام، يعني ما تشريوهش لحقاش تيخسروا دغيا. ومن الاحسن ما تشريوش المايو اللي فيه السنسلة من القدام. انا تنهضر على المايويات ديال الحجاب. وتاني حاجه هي هاد الاكسسواريز ديال البحر. الصراحه حنا ما شريناهمش من ما جبناهمش معايا من الدار، حتى مشيت للجزيره عاد مشيت للوالمارت وخديتهم من الجزيره من اي ستور حداكم. يعني من الاحسن الواحد ما يديش معاه الباجاج في الطوموبيل والزحام وداكشي حتى البلاصه، حتى يمشي لداك البلاصه اللي يكون فيها ولا البحر اللي يكون فيه وعاد يشري، حيت راه غادي يشري غيشري. اللهم غتكون زايده شي شويه في الثمن ولا تمره ديال الباجاج اللي تبقاي هزاه معاك. انا نوريكم شي تصاور من قبل، كنت ديجا تنحطهم تنشري حتى انا فوق ما تنمشي لشي بحر ولا شي بلاصه تنشري من تما. خليني نوريكم تصاور ديال الاعمات الاخرين شنو كنت خديت، ونوريكم هذا العام شنو خديت. انا اول عام ما تمشيش لفلوريدا، مشيت قلبت فايف بلو ولقيت هاد العبيتيكات ديال البحر، خديتهم من فايف بلو يعني مزيانين. وهاد العبيتيكات حتى هي ديال الشنطه، كل عام تناخذ الوليدات بحال هكا وتنحط ليهم التصويرات بحال هكا باش يبقاو ليهم سوفونير منين يكبروا ما يعقلوا عليهم. حيت فريمون دابا ولادي كبروا صافي ما بقاوش باغيين هادشي، يعني ما عندهمش غراض ملي تيكونوا صغيورين. يعني انتي تقدري ديري لهم داكشي اللي بغيتي، اون فوا تيكبروا صافي هما تيبقاو يقولوا لك شنو بغاو، هما تيقولوا لك شنو باغيين يلبسوا شنو غادي يبغيو يديروا. سو انايا صافي انا ام تراين تو جيف اب. سو اول حاجه ملي تنديروا ملي تمشيو لاي بلاصه او ولا البحر، فريمون البحر راكي عارفه اين فوا الدراري تيدخلوا البحر ما تقديش تشديهم، يعني تيمشيو لك تيهربوا لك. اول حاجه تندير تنستف كل شيء، تنخليهم يعاونوني نستف انا وراجلي. دابا حيت راجلي معايا سو انا تنقول لكم زعما ملي ما تنكون بوحديتي تنستف داكشي اللي خاصو يتستف، تنحط الكراسة وداكشي، ومن بعد تنتصورو قبل ما يدخلوا للبحر. لحقاش اين فوا غيدخلوا للبحر صافي ما غاديش نشدهم، المايويات ما غيبقانوش ما يبقاوش باينين زوينين منين تيفزقوا وداكشي. سو اول حاجه تنديرو هي تناخذوا تصاور، يعني تصاور مع الدراري، تصاور تنصور داكشي كله اللي خاصو يتصور قبل ما يدخلوا البحر ولا قبل ما يفزقوا ولا قبل ما نفزق انا. سو تناخذ التصاورات يعني راه دغيا تناخذ التصاورات دغيا مع الدراري اول حاجه، وثاني حاجه عاد تنصور راسي ولا تنصور الحاجه اللي خاصها تصور هكا باش نجيبوا التصاور ديال الانستغرام يكونوا يعني زوينين. يعني اول حاجه تندير هي تنصور يعني قبل ما الدراري يمشيو يعوموا ولا شي حاجه تنقول لهم اجي ناخذ تصاور عادي يلا هون نمشيو. سو بعض المرات راه ما تيكونش ساهل، خاصك ضروري ترشيهم بشي حاجه ولا توعديهم بشي حاجه باش ياخذوا يعني ا جود بيكتشر، يعني خاصهم دغيا باغيين غير يمشيو. سو انيويز سو وانا تناخذ التصاور ديال انستغرام ولا الفيديوهات ديال انستغرام ولا شي حاجه، حيت نورمالمون ما تنحطش ديك الساعه. سو تناخذ التصاورات والفيديوهات ديال انستغرام. الا كنتو ما تتبعونيش في الانستغرام
انا نحط لكم اللينك. سيروا شوفوا انستغرام ديالي راه ان شاء الله يعجبكم. تاخذوا ايدياز. انا براسي تناخذ ايدياز من other people، يعني انا تنستافد من ناس وحدين اخرين، سو ماشي عيب الواحد يستافد. سو صافي تناخذ تصويرات بحال هكا، ومن بعد ما تناخذ تصويرات ولا تنرغب شي واحد يصورني اوف كورس، ماشي تنصور راسي. سو تنرغب واحد في ولادي يصورني ولا يصورنا صافي، ومن بعد ما تناخذوا تصويرات مزيونين وداكشي عاد تندخلوا الماء، عاد ديك الساعه صافي تنقبل التليفون تنديروا في لاتروس وصافي وتنسى. يعني الى مره بحال هكا تيلعبوا الدراري تناخذ لهم فيديو ولا تصويرات، يعني نورمال تصويرات يعني حالتهم، يعني كلهم فازقين رمله، يعني الدنيا هانيه اتس اوكي يعني تصويرات، ولكن تصويرات فيري امبورتنت اللي تنحطهم في انستغرام تنصور قبل ما يعني توسخوا ولا تي هذا. سو هذا هو البروغرام ديالي ديال التصوير ديال الانستغرام اللي بغيت نقول للناس، يعني راه ماشي سهل، راه شنو تندير قبل ما نحط تصاور ولا قبل ما نصور. سو صافي هذا هو ديال التصاور. سو بقاو مع الفيديو. سو من بعد هذا النهار، من بعد ما عمنا وداز نهار زويون والدراري راكم عارفين انفو تيمشيو للبحرصه والواحد تيبغي يردم سو ما تيلعبو هكا، ومن بعد غادي نمشيو لواحد ريستو ايطاليان. بقى معايا باش تشوفوا فين غنمشيو.
was a good one. نتمنى الفيديو يكون عجبكم وما تنسونيش باللايك وسبسكرايب to my channel. نشوفكم في فيديو واحد آخر إن شاء الله. مع السلامة. باي باي.